لأن المواطن أولا، يبقى لازم تشوف مريم والناس. أو فعلا المواطن أولا. ولو بتدور على وظيفة، شوف مريم والناس. أي حد خلص تعليمه وعايز وظيفة مناسبة خليك معانا، لأن مستقبلك معانا. أما بقى لو عندك حالة إنسانية ومحتاجة مساعدة، لازم تشوف مريم والناس. وعشان أهلنا الفلسطينيين تطوع هذا الإنسان الوطني بالكشف والعمليات مجانا لكل نساء فلسطين. ولو خايف من النصب والاحتيال، عندك برنامج مريم والناس. ودلوقتي عزيزي المشاهد موعد فقرة فتح عينيك لمكافحة جرائم النصب. مريم والناس يذاع كل يوم أحد الساعة 1 على قناة الصحة والجمال. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من مريم والناس. وحين يسألونك عن أعظم الأعمال الإنسانية حدثهم عن المساعدة، لأنها لا تشكل أهمية لفئة واحدة من المجتمع، بل تمتد لتصل إلى كل المجتمع. والمساعدة هنا ليست المقصود بها المساعدة المادية فقط، ولكن المساعدة المعنوية أيضا، والتي لها أشكالا متعددة لم يضع الله لها ضوابط أو تقويم ليسهل على جميع الناس القيام بها. وهذا هو هدف مريم والناس، مساعدة الجميع. ونبدأ على طول، والمواطن أولا. والمميز في هذه الحلقة معنا أولا، كل سنة وانتم طيبين لسنة جديدة. ونبدأ على طول حلقتنا، وهي حلقة مميزة، وهي حلقة حصاد مريم والناس، وكمان حلقة احتفال بسنة جديدة. يا رب تكون سنة جديدة سعيدة عليكم أعزائي المشاهدين، وتكون سنة تعويض نعوض فيها كل اللي فاتنا. ولازم يكون في يقين من جوانا أن السنة الجديدة بإذن الله كل اللي هيجي فيها خير وبركة بإذن الله، إن شاء الله صدقوني. وما كانش ينفع نبتدي سنة جديدة من غير ما يكون معانا حاجة جميلة نبدأ بيها السنة الجديدة. ومعانا إنسانة جميلة جدا، ياما أسعدتنا بأعمالها الجميلة المتميزة، وعشان كده يسعدني أن أكون كان نفسي تكون معي في الاستديو. هي أمي وأستاذتي وحبيبتي وحبيبة الملايين، وطاقة أمل من زمان، صوتها جميل، كلامها حافز للنجاح، كلها عطف وحنان. عشان كده أنا مهما أقدم فيها مش هقدر أوفيها. تعالوا نشوف المفاجأة معانا مين ونرجع تاني. سميرة عبد العزيز، فنانة مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1935، حاصلة على بكالوريوس التجارة جامعة الإسكندرية، ثم على بكالوريوس الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون. مثلت في عروض الفرق الجامعية، ونالت كأس التفوق في التمثيل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. عملت بفرقة الإسكندرية المسرحية إلى جانب المسرح الجامعي. التحقت بالمسرح القومي، واشتركت في العديد من المسرحيات، أهمها وطني عكا، قولوا لعين الشمس، صلاح الدين الأيوبي، رجل في القلعة، أنطونيو وكليوباترا وغيرها. كما شاركت في دار الأوبرا المصرية بإيقاع الأجيال وبحلم يا مصر. أما تجربتها الرائدة في المسرح التجريبي، ترنيمة مخدة الكحل، والتي نالت الجائزة الكبرى في المهرجان التجريبي ومهرجانات قرطاج وسراييفو ومارسيليا. شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية، فمثلت لمسرحيات الأدب العالمي مركب بلا صيد، الحيوانات الزجاجية، 24 ساعة في حياة امرأة وغيرها. أما المسلسلات التلفزيونية فكانت لها رصيدا رائعا في المسلسلات القديمة التي أثرت في الساحة المصرية، مثل ضمير أبلة حكمت، إمام الدعاة، أم كلثوم،
كما مثلت للسينما إعدام قاضي، لا بأمر الأبناء، القتل اللذيذ، كفر الجنون، حليم وميكانو، وساحر النساء. لها في الإذاعة المصرية رصيدا رائعا ب قال الفيلسوف، الذي يذاع منذ عام 1975، ليكون بذلك أقدم برنامج استمرت إذاعته بالإذاعات العربية حتى اليوم. أما الجوائز التي حصلت عليها، حصلت على جائزة التمثيل الأولى من التلفزيون عن دورها في أم مثالية، وجائزة التفوق من اتحاد الإذاعات العربية عن برنامج عن اللغة العربية، وجائزة الالتزام في استفتاء جريدة الجمهورية، كما اختيرت عام 1993 كأحسن ممثلة إذاعية، وحصلت على جائزة الإبداع مرتين من مهرجان الإذاعة والتلفزيون وغيرها. كما كان لها رصيدا رائعا في مسلسلات الإذاعة، رحلة حرب الشبكشي، حب لا يموت وغيرها. تقلدت منصب عضو مجلس الشيوخ حتى اليوم باختيار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تزوجت من الكاتب محفوظ عبد الرحمن الذي ظلت وفية له بعد وفاته حتى اليوم. ترتدي قلادة تحمل صورته وتدعو له كل يوم في صلاتها. من أول ما توفى أنا كنت عاملة صورتنا احنا الاثنين مع بعض كبيرة كده بلبسها واحنا غريب، قلت لا أنا عايزة أحطه لوحده، فروحت للسيد وطلبت منه يحط لي صورة كده على السلسلة بتاعتي دي كانت عندي من الأول، وكان مدلدل منها حاجة تانية، رحت شايلة ده وحطيت ده. حب ووفاء وإخلاص. أعزائي المشاهدين، معنا نجم بيف، نقول ألو. ألو ألو، إزاي حضرتك يا أستاذنا؟ صباح الفل. كان نفسنا نجمنا تنورنا في الاستديو النهاردة. والله يعني بس الشغل هو اللي مانعني. يعني أنا مش عايزة أقول اسم حضرتك عشان نعملها مفاجأة للجمهور. ربنا يبارك فيك يا رب ويعود عليكم الأيام بخير. كل سنة وحضرتك طيب. يا ترى ايه الاعمال اللي خدتك مننا نجمنا الكبير استاذ احمد ماهر؟ والله احنا عايزين نعمل مفاجاه السنه دي للجمهور، ولكن انا جاي اقول كل سنه وانتم طيبين، واعيد على النجمه الكبيره والضيفه الكريمه اللي مشرفه النهارده في الاستوديو. ربنا يخلي حضرتك يا رب. للاسف هي تعبت فجاه الصبح وما قدرتش تيجي مع الاسف. ربنا يشفيها يا رب، ربنا يشفيها يا رب يا رب يا رب. يا ترى ايه بقى هتفاجئنا بيه للسنة الجديدة لمحبينك؟ يعني هو في عمل مسرحي بإذن الله بنقدمه على خشبة مسرح البالون، اسمه ما تخافوش عليها. طبعا الكلام على الغالية العظيمة الأم الكبيرة مصر الحبيبة، اللي من خلال هذا العمل بنطمن جمهورنا وبنقول له إن احنا بفضل الله بعد تجربة الانتخابات العظيمة اللي حصلت والنتيجة الرائعة اللي تمت، بنقول إن احنا بفضل الله برغم الظروف المحيطة بينا وبحور الدم اللي في البلدان اللي حوالينا، تظل بلدنا العظيمة متماسكة قوية عزيزة، ترفل في الأمن والأمان. يا رب. حضرتك تتمنى إيه في السنة الجديدة؟ بداية يعني ده إحساس كل وطني وكل مصري وكل مؤمن، إن يعم الأمن والأمان والسلام، وخاصة في أراضي إخواتنا وأشقائنا في فلسطين اللي احنا بنشهده هذه الأيام مذبحة
ظلم جائر وحالة من حالات التجبر، فربنا منتقم وقادر انه ينهيها على خير وعلى سلام بإذن الله، ويعم الأمن والأمان كل الربوع بإذن الله. في نهاية حوارنا الممتع مع حضرتك لا ننسى حديث الصباح والمساء وأبي حنيفة النعمان وسقوط الخلافة وسئاب الجبل ودموع صاحبة الجلالة وشمس الزناتي والعديد من الأعمال الخالدة التي أمتعتنا. تحياتي لك النجم المتميز أحمد ماهر. شكرا لحضرتك. أنا اللي شاكر، كل سنة وانتوا بألف ألف صحة يا رب. وحضرتك طيب. هنشوف بقى مع بعض حصاد مريم في الناس في المواطن أولا ونرجع تاني. تعالوا نشوف مع بعض. قدم برنامج مريم والناس خلال العام 2023 عددا من المحاور الرئيسية، وكان أهمها فقرة المواطن أولا، وهي الفقرة التي تهتم بكل ما يهم المواطن المصري سواء من خدمات أو رعاية صحية أو تموين. ونبدأ على طول والمواطن أولا، ومعنا إنسان همه المواطن والقضاء على جشع بعض البائعين من خلال مفهوم جديد، لأنه مؤمن فعلا بأن المواطن هو أولا. والله إحنا لما جينا نفكر في المبادرة كان بدأنا بالظبط من سنتين ونص، وفكرنا أن إحنا نوصل السلعة مباشرة من مصنع إيد أولى إلى المواطن مباشرة من خلال مجموعة منافذ، من خلال مجموعة وكلاء وموزعين على مستوى القاهرة وعلى مستوى المحافظات. منافذ المواطن أولا هي مبادرة تتم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. السكر ب27 جنيه، وبعمل مبادرات بنزل بال10 طن بال15 طن وبيع ب27 جنيه. ونبدأ على طول والمواطن أولا، والمميز في هذه الحلقة إن فيها مواطن حول محنته لمنحة عظيمة من الله. توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للانتخابات والمجلس القومي لذوي الإعاقة لتيسير مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك لإصرار ذوي الهمم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024. أنا حضرتك فقد السمع من عندي 8 سنين، عند عصب في ودن الشمال ميت وعصب في ودن اليمين يعني تعبان شوية، فأنا بعتمد على لغة الشفايف. طبعا انا بتمنى لحبيبتي ووالدتي واستاذتي الجميله والفنانه والنجمه والاعلاميه والنائبه سميرة عبد العزيز الشفاء العاجل يا رب. كانت الحلقه هتبقى مختلفه جدا وجميله جدا بوجودها، بس ربنا قدر اللهم شاء فعل، وربنا يقومها بالسلامه يا رب باذن الله لجمهورها كله. ودلوقتي برحب بضيفي العزيز الدكتور ناصف يوسف، دكتور جامعه القاهره، وهو منتج البرنامج. اهلا بك. اهلا بك يا مريم، وحلقه جميله ان شاء الله، وحصاد طيب لبرنامجك ولتعبك، وانا مش عايزك تقلقي ولا تتوتري، بالعكس حلقه ان شاء الله يعني اتمنى اولا الشفاء العاجل لسميرة عزيز. طبعا كانت الحلقه تبقى قويه بيها وبزوجها الراقي طبعاً الرائع محفوظ عبد الرحمن، طبعا كاتب عظيم، وهي بقى يعني منبع كبير للقصص وللذكريات، فانا يعني طبعا مقدر ان انت لا ربنا يشفيها بجد، ربنا يشفيها ويعافيها اكيد. لكن ما شاء الله الحلقه جميله، وانت عامله كمان حاجات جميله، والحصاد اللي احنا بنشوفه يهم كل مصر طبعا، سواء المواطن اولا زي ما شفنا دلوقتي، وكمان حرصك انك تكرمي الرموز الجميله في المجتمع زي استاذ سمير عزيز، ده شيء يحسب ليكي طبعا. طبعا هم رموز كبيره قوي يا دكتور. طبعا دي حقيقه، وكمان تجيب على التليفون حد زي ابو الفوارس زي ما بيحب يتقال يعني، او ياخد هذا اللقب احمد ماهر، وهو طبعا فنان راقي ورائع، فواضح ان انت ما شاء الله يعني حاطه هدف كبير وبتحققيه خطوه خطوه، وحلقاتك ما شاء الله كبيره وكبيره فعلا كمان، بغض النظر عن طبعا تعب نجمه مصر سمير عبد العزيز. الحمد لله يا دكتور، ميرسي لحضرتك. طيب
تقول ايه بقى في السنه الجديده؟ عايزين معلومات كده مبهجه الناس تبدا بيها السنه الجديده. اقول لك، اولا ما فيش حاجه بتتم في الدنيا غير باراده المولى عز وجل طبعا، وكل احنا كلنا عايشين بمراد الله. ما فيش حد يقول انا كان نفسي اعمل لكن، او يا سلام لو كانت جتا، او انا خالص. الكلام ده كله هو بيتعب نفسه وبيتعب اعصابه على الفاضي، لكن في الاخير اللي مقدره ربنا يعمله. لكن يجتهد، مهم الانسان يجتهد، مهم الانسان يعمل اللي عليه، مهم الانسان يشتغل على نفسه، مهم ان الانسان ياخد بالاسباب، لكن في الاخير هو المسبب سبحانه القادر على فعل الشيء او منعه. ومنعه مش لازم يكون حاجه وحشه، بالعكس ممكن في المنع يكون خير، لكن الانسان بعقله القليل مش قادر يدرك هذا الخير يعني. انا فرحان بصراحه ان انا موجود معاك النهارده. امانه ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. طمنيني على برنامجك، ويعني مش هسالك طبعا، بس انت طمنيني على برنامجك، وعايز تعمل ايه في السنه الجديده؟ مريم والناس عايزاه يعمل ايه في السنه الجديده؟ عايزه اساعد كميه ناس اكتر واكتر. ليه؟ ليه؟ انا من صراحتي مش عايز اقطعك، بس مزعج من صراحتي. هو دائما وابدا المذيعات او اصحاب البرامج بيبقى كل همهم انهم يعملوا ترند، يعني يعملوا فاشن. انت مختلفه صراحه، وهمك مساعده الناس من الاول. ليه؟ بالامانه شفت حالات كتير قوي تعبانه، ومش كل الناس حاسه بيها بجد. برافو. تعبانه بقى في كل المجالات، سواء فعلا الناس اللي واخده احكام ومش عارفه تنفذها، فعلا الناس اللي عايزه تعمل عمليات وفعلا الظروف مش قادره، يعني دي حقيقه حاجات كتير بقى. ربنا يعينك ان شاء الله عليهم باذن الله. يعينك ان شاء الله. انت عندك حاجات تانية في برنامج تقريبا يعني غير المواطن اولا؟ الحالات الانسانيه ما تيجي نشوف الحالات الانسانيه؟ ايه رايك؟ تعالوا نشوف حصاد مرمي من الناس في الحالات الانسانيه. بيقول لي لسه يعني كمل الكلام لحد ما تجلس. اتفضل. طب انت عامل يعني ايه يعني ايه اغرب حاجه شفتيها في الحالات الانسانيه كمذيعة؟ اغرب حاجه في ناس فعلا يعني لما بتروح تعمل مثلا عمليه او كده، يعني حتى السرنجه بتشتريها من بره. برافو. كيس القطن بتشتريه من بره. فمع العيشه الاقتصاديه اللي احنا فيها، ففي ناس يعني بجد حالتها. فانت خدت ده بقى، انت خدت ده انك تنفذيه فعلا. مين صدفتيه في حلقاتك وكان كانت مفاجاه؟ صدفنا الدكتور شادي. استضفنا استاذ مصطفى عيد. تمام. بيعمل العبقري بقى ايهاب اللي هو بيقرا شفايف. طيب تعالى نشوف الفيديو كده ونرجع تاني. بينا. يلا بينا. اتفضل نشوف مع بعض اعزائي المشاهدين ونرجع تاني. اهتم برنامج مريم والناس بالعديد من الحالات الإنسانية، فقد قدم نماذج من تكافل وكرامة. أنا جاي النهاردة أتكلم على برنامج تكافل وكرامة، وده تم تخصيصه من قبل الحكومة المصرية للفئات القريبة من خط الفقر، وتم إنشاء البرنامج ده تقريبا من 2015 فهدف توفير الدعم المالي والاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع المصري. تمام. بما ذلك في الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر ذات الدخل المنخفض، زي مثلا المطلقات والأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة وذوي الإعاقة الخاصة. وطبيبا قرر مساعدة النساء الفلسطينيات في مصر وتدريب الأطباء مجانا. والله أنا استشاري نساء وتوليد وأطفال أنابيب ورئيس الجمعية العربية لطب وجراحة الجنين، وأنا بعمل حاجتين في حياتي. الحاجة الأولانية إن أنا بكشف على العيانين السيدات وأعملهم عمليات، والحاجة الثانية إن أنا بدرب أطباء النساء والتوليد. فأنا يعني الحقيقة تأثرت تأثر نفسي عميق جدا بالمأساة التي تحدث الآن لأهلنا في فلسطين الحبيبة، وأردت أن أتقدم بأي مساعدة أستطيع تقديمها، فلم أجد أكثر من علمي وخبرتي أتقدم بهم تحت أقدام السيدة الفلسطينية العظيمة التي تواجه كل هذا
يعني الوحشية والهمجية في فلسطين الحبيبة من العدو الصهيوني. فعلشان كده أنا تقدمت بهذه المبادرة علشان أي حد من أهلنا في فلسطين الحبيبة موجود في القاهرة أو يشرفنا وينورنا في القاهرة إحنا نقدم علمنا ومكاننا وجهدنا وخبرتنا كهدية بسيطة ومحاولة بسيطة لمداواة جروحهم النازفة. وشركة سياحية تقدم تسهيلات في العمرة للمواطنين. قررنا بفكرة كده، ويعني كانت في مبادرة جت من المملكة العربية السعودية الحمد لله ان هم يخفضوا التكاليف او يعملوا برضو عمرة نحاول نساعد بها اهالينا المشتاقين لزيارة بيت الله الحرام وغير قادرين على التكلفة اللي هي بتاعت العمرة العادية اللي هي 15 يوم المعروفة جدا جدا، لان بقت متراوحه دلوقتي من 35,000 لحد 40,000 مثلا. فاحنا حاولنا نعمل العمره الترانزيت دي، هي مدتها 96 ساعه او يعني 4 ايام بالظبط. الحمد لله ربنا كرمنا، دي في حدود من 16.5 ل 17,000 جنيه، يعني نص التكاليف بالظبط. وما زلت بقول لأمي وأستاذتي وحبيبتي وحبيبة الملايين ألف سلام عليكي، كنت عاملة لك دبع النهاردة. ده طبعا أقل تأديب لكل أعمالك اللي أسعدتينا بيها، ويا رب أنا عارفة إن أنت بتشوفينا على فكرة دلوقتي، ويا رب بجد ربنا يشفيكي بجد ويعافيكي عشان كل جمهورك. إيه رأي حضرتك يا دكتور؟ طبعا خطوة جميلة منك إنك تعملي درع لإنسانة عظيمة زي سمير عبد العزيز، وأنا برضو علمت أن في درع كمان للفنان الراقي أحمد ماهر. وبرضو عايز أقولك أن ده برضو جديد، يعني عادة المذيعة اللي بتقدر ضيوفها بالشكل ده بتبقى مذيعة راقية من ناحية، ومن ناحية تانية عندها هدف أن برنامجها يعلى، مش مجرد كلام وخلاص زي البعض البرامج. يعني سمير عبد العزيز تستحق صراحة. ده أقل حاجة صدقني يا دكتور، ده بس من سوقك طبعا. ده ممتاز برضو ان يبقى انت عندك العطاء ده، وحاسه ان هو يعني اقل حاجه، ده شيء يحسب ليكي. هي بسم الله ما شاء الله يعني اعمالها كتير، من مذيعه أيوة لفنانه لنائبه، يعني بسم الله ما شاء الله عليك. لا وانت كمان ده اقدم برنامج اذاعي في مصر ويمكن في العالم العربي، قال الفيلسوف، لانه من 1975، ده موضوع كبير جدا لحد الان بيقدم. وبعدين دايما اهل اسكندريه بيبقوا بصراحه جميله. انا عارف طبعا حضرتك يعني قعدت فتره يعني خارج مصر، وده يعني اثقلك بانك انت عامله حاجات كلها شكلها جديد صراحه الحق يتقال. لكن هي اسكندريه جميله، وانا قلت باسكندريه، والدتي كمان ربنا يديها الصحه من اسكندريه، فانا بحب اسكندريه. واللي انت عاملاه مع الاستاذه سميره بامانه يحسب ليك كمذيعه صراحه يعني. وحلو برضو 2024 ومريم، بصراحه جميل قوي اللي انت عاملاه، بصراحه مبسوط يعني. دكتور هنستغل بقى وجود حضرتك معانا في البرنامج ونقول لحضرتك ايه ناقص في البرنامج عشان نقدر نكمله؟ سؤال ممتاز جدا طبعا. على المستوى الاعلامي او المهني يعني، لا هو انا شايف ان انت مهتميه قوي بالتفاصيل، ودايما لازم نعرف ان المدرسه الاوروبيه واللي بنيت على المدرسه الامريكيه هي مدرسه الاعلام يعني. أيوة. هي بتهتم بالتفاصيل. البرامج اللي من غير تفاصيل كتير بيبقى ايقاعها مش جيد. تمام. بيبقى مشاهدتها مش جيده. ليه؟ لان احنا لو بنتكلم في كلام بس فاحنا بنتكلم اذاعه، انما طالما اتكلمنا تلفزيون فاحنا بنخاطب الصوره. تمام. والصوره يعني عين، والعين يعني فضول، الانسان ربنا خلقه عنده فضول اصلا. فالعين كل ما تشوف تفاصيل حلوه زي اللي انت عاملاها النهارده في الاستوديو كل ما تحب تتفرج اكتر. وبالمناسبه الكلام ده مش وجهه نظر، دي مدارس موجوده في العالم كله. عشان كده تحسي ان البرامج الفقيره في التفاصيل برامج مش مستمره، برامج مكلمه وخلاص. تمام. والمشاهد بيزهق لانه في الاخير هو معاه كما نسميه عندنا في الاعلام السلاح البطار وهو الريموت، فهو مش مقتنع مش مستمتع هيغير، انما مستمتع هيتفرج. طب نجيبه ازاي؟ بالتفاصيل. فانت ما شاء الله عليكي مهتمه بالتفاصيل. لكن اوكي احنا ممكن نقول ان احنا
يعني طبعا وضع زي وضع مدام سميره ربنا يشفيها لو كانت موجوده طبعا كانت حلقتك بقت افضل طبعا. فاحنا وبرده ما شاء الله ما سكتيش وجبتي الفنان احمد ماهر، وانا اعرف ان انت ناويه تجيبي استاذ لطفي لبيب وجورج وهاني رمزي، يعني واضح ان الاجنده عندك كبيره وانت ما بتدردش معايا بره قبل الهوا يعني. فانت واخده الخط ان انت تعلي الحلقه بتفاصيل كتير وبنجم معروف له يعني رصيد عند الناس في قلوبها تحب تتفرج عليه. انما ايه ناقص؟ اشتغلي واجتهدي وما تسمعيش لحد. اللي يقولك احسنتي اشكري، لكن ما تركنيش لاحسنتي. واللي يقولك لا كان المفروض تعملي ولا كانك سمع، اشتغل على نفسك هتبقي حاجه كويسه جدا جدا. والبرنامج انا شايفه ممتاز صراحه. يعني حضرتك ما تحبش ان احنا نضيف حاجه على البرنامج؟ نضيف حاجه على البرنامج في التوقيت الحالي انت عامله كل حاجه كويسه بصراحه بامانه يعني. ربنا يخليك يا دكتور. طيب نطلع مع بعض نشوف حصاد مبي والناس في توظيف الشباب. ممتاز. ونرجع تاني. اتفضل. تمام. اهتم برنامج مريم والناس بتوظيف الشباب سعيا واملا لحصول الشباب على فرص عمل متميزة. فكانت نشرة التوظيف الاسبوعية من مجمع عمال مصر هي منبرا ينادى به على شباب مصر للحصول على العمل. ودلوقتي كل حد خلص تعليمه وعايز وظيفة مناسبة، خليك معانا لان مستقبلك معانا. في البداية انا عبد غنيم المركز الاعلامي مجمع عمال مصر. احنا في المجمع بنشتغل على شقين، شغالين على شق المستثمر او شق اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه والكبيره، وشغالين على شق التوظيف من خلال برامج محطوطه عند المجمع برئاسه المهندس هيثم حسين. وكعادته دائما منذ تاسيسه يحرص مجمع عمال مصر على مواجهه البطاله مواجهه صارمه دون كلل او ملل، بهدف القضاء على تلك الازمه التي تفتك باقتصاد الامم. وحرصا من المجمع على النهوض باقتصاد بلادنا، فقد وفر المجمع فرص عمل لجموع الشعب المصري والعربي، رغبه منه في تحقيق نهضه اقتصاديه شامله تدعم مسيره بلادنا وتضعها في مصاف الدول المتقدمه. يا فندم احنا الفتره اللي فاتت مع التواصل مع حضرتك، بعد التواصل مع حضرتك الفتره اللي فاتت في البرنامج تم تعيين 15 فرد في مشاريع مختلفه. تمام. تبع برنامج مريم والناس، يعني دول نزلوا معانا الفتره اللي فاتت دي، والاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى معاك الفيديوهات والصور بقى. الشيفت بتاع الشغل من 8 ساعات ل 12 ساعه. طبعا بنقبل الدبلومات والمؤهلات الفنيه والمؤهلات العليا، وحتى لو مش معاه مؤهل برضه مفيش مشكله يشرفنا. تمام. الراتب زي ما قلت لك من 5000 يعني 7000. البدايه ان شاء الله باذن الله هتبقى على شهر 2، ده ان شاء الله باذن الله معانا هننزل معانا 5%. وزي ما شكفت فنانتي الكبيره يعني استاذتي وامي وحبيبتي وحبيبه الملايين، انا برضه بشكر نجمنا العظيم الاستاذ احمد ماهر ابو الفوارس، وكنت عامله له درع برضه ان شاء الله هوديه له لحد عنده، عشان هو عمل لنا اعمال يعني متعنا باعمال دراميه ومسرحيه وسينمائيه كبيره جدا. ولا ايه رايك يا دكتور في التوظيف؟ فعلا هو بالمناسبه برضو الميزه في اختياراتك، انت ما شاء الله عليكي بتجيبي اللي ليهم رصيد كبير عند الناس، دي حقيقه بصراحه. احمد ماهر مين ينسى دوره في ذئاب الجبل؟ مين ينسى دوره هولاكو اللي خلى الناس يعني للاسف حبت هولاكو مع انه شخصيه سيئه جدا في التاريخ، لكن اداؤه وثقته وادواره بقى الصعيدي قويه وادواره في المسرح قويه جداً. وهو كمان حد دمه زي العسل اصلا، وهو بالمناسبه يعني في المكالمه اللي حضرتك بتكلميه قبل الهوا كان بيتكلم صعيدي ومحافظ محافظ على دي، فانت خفت انه يعمل مداخله صعيدي، فهو بيتقمص شخصيه وبعدين من جيل من الناس الجميله صراحه، رائع جدا دي حقيقة. دي حقيقة. بشكرك برضو على اللي انت بتعمليه مع الفنانين الكبار واهتمامك بانك تكرميهم. بالمناسبه هم كده برضو مكرمين حتى في عدم وجودهم، سواء احمد ماهر لالتزامه بالتصوير او مدام سميره لتعبها المفاجئ، ربنا يا رب يشفيها يا رب، اللهم امين. وهي سامعاني وانا بحبها جدا صراحه والله، وهي بتحبني الحمد لله يعني،
لكن وجود الدرع ده تكريم برضو على الهوا ليهم يعني. كل الناس تحب حضرتك وتحترمك يا دكتور. شكرك شكرك. كنا عاملين نبذة مختصرة كده للكاتب الكبير المرحوم محفوظ عبد الرحمن الفنانة والنائبة الكبيرة سميرة عبد العزيز. طيب نطلع نشوف النبذة الصغيرة. انت حباها خالص صراحة. جدا. تفضلي. جدا. تفضلي تفضلي. أعزائي المشاهدين نشوف نبذة صغيرة ونرجع تاني. محفوظ عبد الرحمن من مواليد قرية كفر العيس بمركز كوم حمادة البحيرة عام 1941. تخرج من جامعة القاهرة عام 1960 وكان قد بدأ الكتابة قبل تخرجه بأعوام. عمل في عدة أماكن صحفية ثم بعد تخرجه عمل في دار الهلال واستقال عام 1963 ليعمل في وزارة الثقافة. كتب القصة القصيرة والنقد الأدبي والمقالة في مجلات الآداب والثقافة الوطنية الهدف الجمهورية وفيما بعد في الأهرام. عمل منذ عام 1963 في وزارة الثقافة في دار الوثائق التاريخية ثم شارك كسكرتير تحرير في إصدار ثلاث مجلات متوالية: مجلة السينما، مجلة المسرح والسينما، مجلة الفنون. وروايته الأولى كانت اليوم الثامن والتي نشرت عام 1972 بمجلة الإذاعة والتلفزيون، ثم توالت أعماله الكتابية الرائعة: أم كلثوم، بوابة الحلواني، ساعة ولد الهدى وغيرها من الكثير. أما عن السينما فقد كتب حليم، كوكب الشرق، ناصر، القادسية، الشبكة. ومن كتاباته المسرحية بلقيس، الحامي والحرامي، عريس لبنت السلطان، وأيضا الكثير. وذات يوم ذات شهر ذات سنة كانت سهرة تلفزيونية قامت ببطولتها زوجته الفنانة سميرة عبد العزيز والتي شاركت بالتمثيل في العديد والعديد من مؤلفاته السابقة. الجوائز التي حصل عليها: جائزة الدولة التشجيعية عام 1972، أحسن مؤلف مسرحي عام 1933 من الثقافة الجماهيرية، الجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن مسلسل أم كلثوم، جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2002، جائزة العقد لأفضل مبدع خلال 10 سنوات من مهرجان الإذاعة والتلفزيون. توفي في 19 أغسطس عام 2017 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما. عايز اقول لكم كمان حاجه اعزائي المشاهدين، المصريين زي ما مشرفين في مصر مشرفين بابا مصر. معانا طالبه اسمها ايلاريا منصور ملك، متكرمه، هي قاعده في ايطاليا ومتكرمه من الرئيس الايطالي. دي حاجه كده يعني قلنا نفرح بيها اعزائي المشاهدين عشان نخش السنه الجديده برضو ان في طاقه ايجابيه يعني متميز. متميز بقى صح، تكمل بالتميز يعني. بستأذن بقى حضرتك يا دكتور نقطع التفتة وبعد ما نقطع التفتة لازم تقول لنا حاجة الناس يعني
تستقبل بيها السنه الجديده حاجه حافزه يعني. اكيد اكيد. اه بس قبل التورته انا عايز بس اقول للانجل رئيس تحرير البرنامج كل سنه طيبه. وانت برضه هيله بس انا قلت اما اخد منك الصفق يعني. كل سنه طبعا عيد ميلاد النهارده طبعا كل سنه وهي طيبه. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وعايز اشكر طبعا ماريسكا الجميله بتاعتنا ما شاء الله احد الفيمس المميزين جدا على السوشيال ميديا طبعا من ولادنا. وانا واحد من الفانز بتوعها صراحه. وبشكر طبعا مارتن على المصور بتاعنا اللي تعبينه في الشغل الخارجي. دول فريق عمل ودي الاسره الجميله اللي انت عاملاها لبرنامج مريم والناس. طبعا نقطع التورته ونقول كل سنه طيب. بس قبل ما نقطع التورته عايز اقول ليك كلكم طبعاً. وانا اولكم. انتوا عاملين جهد متميز. اللي جاي ان شاء الله هيبقى احسن وافضل باذن الله. باذن الله. بتهتموا بالتفاصيل. صوت انجل رائع جدا في التقارير. انا بستمتع لما بسمعه صراحه. جميل جدا فعلا. لا دي حقيقه فعلا دي حقيقه. ونقطع التورته واقدم لك كمان بعد التورته درع تستحقيه كمذيعه. بتبداي طريقك بشكل قوي وسريع. مهتميه بستايل لبسك بتفاصيل الاستوديو بفريق عملك. وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. نقطع التورته. اتفضل اتفضل لو متاح يعني. اتفضل اتفضل اتفضلي بس تكون انت النهارده قطعت التورته. اتفضل عيد ميلادك بقى. بس قبل ما اقطع التورته عايزه اقول لكم انا فعلا فخوره ان انا منضمه للاسره بتاعتكم دي. حقيقي دكتور ناصر ومريم بصراحه يعني من الناس اللي فعلا الواحد شرف بالتعامل وياهم. ربنا يخليك يا رب. ومريم برغم انها لسه بتبتدي لكن بتوجيهات الدكتور هي ماشيه خطوات واسعه قوي 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 على الطريق. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله كل سنه مع بعض وكل سنه اجمل واجمل وكل سنه ومصر كلها بخير ان شاء الله. انا طبعا بستاذن استاذه مريم وده حقك علينا بالمناسبه. بنقدم لك درع بسيط كده. ربنا يخليك على تميزك العشيقه فعلا دي حقيقه مش. ربنا يخليك يا دكتور. اتفضلي. ربنا يخلي حضرتك. اتفضلي. ويعني ان شاء الله باذن الله تعالى طبعا بنشكر ماريسكا. نقطع بقى التورته. نقطع. تعال نقطع كلنا التورته. اتفضلي. اتفضلي. طب حضرتك اتفضلي. اتفضلي. طب ايدينا كده مع بعض يعني. هاتي الدرع. اوكي زي الفل انت اخذتيه. خلاص ما شاء الله عليك. اتفضلي يا فندم معانا كده بايدك كده. على مهلك خلاص. على مهلك. اتفضل. اتفضل. طيبين جميعا. ان شاء الله سنه جميله باذن الله تعالى. وانا بشكر حضراتكم جدا 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 كمان. صدقوني انا استمتعت بيهم. بنشكرك يا استاذه ماريسكا ترند اليوم. وبشكر المصور بتاع البرنامج استاذ مارتن. معلش ربنا يخليكم وان شاء الله البرنامج يكبر اكتر واكتر واكتر بيكم وبينا كلنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. انتوا طيبين. انتوا طيبين. اتفضل. سنة سعيدة. كل سنة وانتم طيبين. انا احنا عايزين دلوقتي في حصاد ما بيمو الناس مع كل اللي ليه حب. لا خلاص ده كده زي الفل. تمام. حصاد ايه ده كده جميل قوي. ما شاء الله احنا بعد التورتة عايزين بس نقول في السنة الجديدة لكل المشاهدين. طبعا. كل سنة طيبين. سنة جميلة. احنا محتاجين لطاقة ايجابية. تمام. ابعد عن اي حد يديك طاقة سلبية. ابعد عن اي حد او اي مناخ يحسسك انك مضغوط او انك مش مرتاح. اصنع لنفسك فرحه. وطبعا بيعجبني حبيبي واخويا الصغير تامر حسني لما عمل اغنيه بيقول انا هدلعني وهمشي معايا وسمعني. يعني هو كان عارفه يعني حاسس ان الدنيا كده بيحب نفسه. فيعني انا عايز اقول لكل المشاهدين حب نفسك لان انت محدش هيحبك اكتر من نفسك اولا. وان شاء الله سنه جميله. برنامجك حلو والتفاصيل اللي عاملاها ما زلت بقول لك ممتازه. وان شاء الله الحلقه اللي جايه انا عارف ان هيكون افضل وافضل ان شاء الله في السنه الجديده. وكل سنه وانت طيبه مريم. ربنا يخليك يا دكتور. احنا بنشكر حضرتك جدا وبنشكر فريق العمل. وكل سنه وانتم طيبين. ويا رب اعزائي المشاهدين تكون سنه سعيده عليكم. واشوفكم السنه الجايه بقى لحد اللي جاي الساعه 1 الظهر. شكرا. سلام.